السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على la différence entre ou et ou avec accent، يعني الفرق بين ou et ou اللي فيها accent. فسابقا قلنا أن الكلمات اللي عندهم نفس النطق يعني بحال ou et ou ولكن كيختلفوا في الكتابة والمعنى كيتسموا لي زوموفون. ففي هذا الدرس ان شاء الله غادي نتعرفوا على او اللي ما فيهاش اكسون او او سون اكسون ونعرفوا امتى كنستعملوها ونتعرفوا ايضا على او افيك اكسون او او اللي فيها اكسون ونشوفوا الفرق ما بيناتهم وغنعطيكم واحد القاعده اللي بسيطه اللي غتفرقوا ما بيناتهم بسهوله وفي اخر الحصه ان شاء الله غادي نقوموا بانجاز تمرين او اكزرسيس باش تفهموا مزيان لا ديفيرونس او الفرق ما بين او اي او افيك اكسون فبقوا معنا الى نهايه الدرس فاولا عندي او يعني او او ما كاينش اكسون فهاد او est une conjonction de coordination elle sert à relier deux mots de même nature on peut remplacer ou par ou bien alors Ou est une conjonction de coordination. يعني هاد او هو حرف عطف. فديجا قرينا لي conjonction de coordination. قلنا هما حروف العطف او ادوات العطف. Donc, ou est une conjonction de coordination. Elle sert à relier deux mots de même nature. يعني هاد او كتربط ليا ما بين جوج الكلمات اللي كيكونوا في la même nature. On peut remplacer ou par ou bien. وهاد او يمكن ليا نعوضها او نرمبلاسيها ب ou bien. Donc, Ou ممكن نعوضها بأو بيان فهاد أو انديك لو شوا يعني كنستعملوها للإشارة إلى الاختيار يعني إلا بينا نختارو ما بين جوج الكلمات أو جوج الأشياء فكنستعملو أو بالعربية كنقولو أو أو يعني حرف العطف أو نعطيو إكزامبل باش تفهمو Je ne sais pas si je prends un livre ou une histoire Je ne sais pas, يعني لا أعلم أو لا أدري Si je prends, هل أخذ un livre, يعني كتاب أو قصة كتاب أو قصة فهنا عندي أو relie entre deux mots de même nature يعني عندي هنا جوج الكلمات اللي هما livre و histoire يعني بزوجهم عندهم نفس الطبيعة فهو كتاب وقصة يعني بحال بحال واستعملناها باش نختاروا ما بين الكتاب وما بين القصة دونك Je ne sais pas si je prends un livre ou une histoire. يعني لا أعرف هل أخذ كتاب أو قصة. فأن بريف قلنا أن أو يعني أو أو ما فيهاش أكسون كنستعملوها pour indiquer le choix. يعني كنستعملوها للإشارة إلى الاختيار. اللي بالعربي كنقولو أو يعني أو فهي حرف عطف أو une conjonction de coordination. دابا نمرو نتعرفو على أو avec accent. يعني هنا عندي أو avec accent. Fa ou avec accent, soit il y a un adverbe interrogatif, يعني ضرف للسؤال, indique le lieu, يعني كيعبر لي على المكان, fa كنقولو بالعربية أين. Ou bien pronom relatif, اللي هو ضمير اللي كيعني حيتو. حيتو. ولكن بلا ما ديرونجاو بهاد الادفيرب انتيروغاتيف و برونون غولاتيف دونك بلا ما ديرونجاو انا غنعطيكم قاعده اللي بسيطه وسهله اللي غتميزوا بها ما بين او اي و افيك اكسون وهنا كيخصكم تعرفوا ان او اي لو سول مو دو لا لونغ فرونسيز كي كونتيان ان او افيك اكسون غراف سيت اكسون بيرمي دو نو با كونفوندر افيك او conjonction de coordination يعني هنا او اللي فيها اكسون هي الكلمه الوحيده في اللغه الفرنسيه لي هاد U فيها أكسون غراف لي فيها أكسون غراف U هي الكلمة الوحيدة في اللغة الفرنسية وعلاش درنا أكسون في U غير باش نو با كونفوندر افيك O اللي هي كونجونكسيون دو كوردناسيون اللي قلنا هي أو دونك كندير أكسون غير باش ما نخلطش ما بيناتهم داكوغ نعطيكم هنا دي زيكزامبل على أو افيك أكسون أو أبيتو أو أبيتو يعني أين تسكن فهنا او ادفيرب انتيروغاتيف يعني كتعني ليا اين اين تسكن لي انديك لو ليو دونك كتعبر لي هنا على المكان ليكزامبل الثاني فواسي لا فيل او جو سوي ني فواسي لا فيل ها هي المدينه حيث ولدت
Voici la ville où je suis né. Donc, هاي المدينة حيتو أو هذه هي المدينة حيتو ولدتو. فهنا où كتعني ليا pronom relatif. فهنا pour ne pas confondre ma bin ou avec accent et ou sans accent, غنعطيكم واحد القاعدة اللي هي بسيطة جدا. فهنا عندي une phrase كتكون جملة أو une phrase. ياك كنبغي نستعمل فيها ou. يا أما ou لي OU ou bien ou لي فيها accent. يعني او او اكسون داكوغ انا ما كنعرفش واش نستعمل او سون اكسون يعني ما فيهاش اكسون او بيان او افيك اكسون اشنو غنعمل هو غادي نعوض او بو بيان او بيان الا عوضت او بو بيان وكانت الجمله صحيحه فيعني ما غنستعملش لاكسون غنستعمل او او يعني او اللي ما فيهاش اكسون والا استعملت او بيان والجمله كانت خاطئه fa غادي ندير u غندير في u accent دونك ما غاديش نستعمل دونك ما غاديش نستعمل هاد او ولكن غنستعمل l'accent sur le u pour غنستعمل او اللي هي هادي اللي هي فيها accent يعني اون فوا بغي نستعمل او في شي فراز او بيان في شي جمله فغادي نعوضها ب او بيان الا الجمله كانت صحيحه فكندير او الا الجمله كانت خاطئه فكندير accent sur le u داكور وبالنسبة أيضا إلا كنتو كتخلطوا ما بين أو يعني إين هي اللي كتعني أو وإين هي اللي كتعني أين أو حيث فتو سامبلومون عندي هنا أو اللي هي أو فهما بجوجهم فيهم جوج ديال الحروف يعني أو فيها الألف والواو وأو فيها أو وأو وبالنسبة لحيث وأين هما ثلاثة وأيضا هنا عندي أو فيها ثلاثة فعندي أو وأو وأكسون دونك هنا هما ثلاثة وحيث أين ثلاثة وهنا عندي غير زوج يعني او او زوج او او غير زوج حروف ايضا داكوغ دابا نمرو نتعرفو على دي زيكزامبل او امثله المثال الاول جو ني سي با او سون تالي مي كوزين فهنا في هاد لا فراز او هاد الجمله الملاحظه الاولى اللي لاحظت لانه ما عنديش لو شوا او الاختيار فما عنديش يعني جوج الكلمات اللي غادي نختار ما بيناتهم هذا اولا ثانيا هنا عندي لو فيرب الي يعني فعل ذهب يعني ذهب الاغلبيه كنستعمل معاه في الكيستيون اين ذهب داكور وابسط حاجه غنستعمل هي انني او غنعوضها ب او بيان فغنقول جو نو سي با او بيان سون طالي مي كوزين يعني ما يمكنش جمله غير صحيحه فكنستعمل اكسون سور لو او وكنقول او سون طالي مي كوزين يعني اين ذهب او اين ذهبوا بنات عمي او بنات خالي ليكزامبل الثاني Tu veux voyager ce soir ou demain? Tu veux voyager ce soir ou demain? أول حاجة أنو عندي هنا عندي الاختيار أو لو شوا لأنو عندي جوج نتاع لي مو اللي تقريبا عندهم لا ميم ناتور يعني ce soir هذا المساء demain غدا يعني هنا عندي لو شوا أو الاختيار فنقول tu veux voyager ce soir ou demain وممكن نعوض او او بيان فغنجرب وغنقول tu veux voyager ce soir ou bien demain ou bien donc صحيحه الجمله فهنا غنستعمل او اللي هي conjonction de coordination اللي هي او تريد ان تسافر هذا المساء او غدا ليكزامبل الثالث j'aime le pays où je suis né j'aime le pays où je suis né هنا ما عنديش لو شوا ما عنديش واحد لي دو مو باش نختار ما بيناتهم فدابا او غنغومبلاسيها ب او بيان وغنقول فغنقول جيم لو باي او بيان جو سوي ني يعني هاد لا فراز نو فو بلو ريان دير جمله غير صحيحه جيم لو باي او بيان جو سوي ني غير صحيح اذا بما انها غير صحيحه فكنستعمل اكسون سور لو او جيم لو باي او جو سوي ني نشوفوا ليكزامبل الاخر Veux-tu aller à l'école ou au parc? هنا أول ملاحظة أنه عندي واحد دو مو اللي تقريبا عندهم لا ميم ناتور ليكول و لو بارك فهنا عندي الاختيار أو لو شوا Veux-tu aller يعني هل تريد الذهاب إلى المدرسة أو البارك فهنا البارك يعني المكان اللي كيلعبوا فيه الأطفال الصغار إذا Veux-tu aller à l'école يعني هل تريد الذهاب إلى المدرسة أو au parc فهنا او غنعوضها ب او بيان وغنقول veux-tu aller à l'école ou bien au parc يعني جمله بقات صحيحه واخا عوض او ب او بيان جمله صحيحه يعني غنستعمل او sans accent
فدابا ان شاء الله غادي نطبقوا هادشي اللي تعلمنا في ليكزيرسيس اللي امامنا. فهاد الفراغات اللي عندكم غتملؤوهم ليا سواء او سون اكسون او بيان او افيك اكسون داكور. فاولا غنقرا لكم هاد لي فراز او هاد الجمل ومن بعد تقوموا بانجاز ليكزيرسيس. دي او اسكو تو فا بروني ان فروي او ان ياورت. Pose ton bureau où tu veux. Pose ton bureau où tu veux. Il faut que tu prennes une décision, c'est maintenant ou jamais. Il faut que tu prennes une décision, c'est maintenant ou jamais. Jamais, abadan. D'abord, pour la vidéo, comment ingérer l'exercice, on rejoint ça. فدابا غنصحوا هاد ليكزيرسيس. دي او اي سكو تو فا. دي او اي سكو تو فا. هنا اولا ما عنديش لو شوا، ما عنديش واحد جوج الكلمات او دو مو اللي غنختار ما بيناتهم. النقطه الاولى. النقطه الثانيه غنعوض او او بيان وغنقول دي او بيان اي سكو تو فا. دونك جمله غير صحيحه، فاوتوماتيكمون غنستعمل او افيك اكسون سور لو او. او يعني هنا كتعني دي ويسكو تو فا، يعني قل اين ستذهب او قل اين انت ذاهب. داكوغ، يعني اين. هنا او كتعني ليا اين. بروني ان فروي او ان ياغت. فاول شيء هنا عندي لو شوا بيا الاختيار، فعندي دو مو لي هما في لا ميم ناتور، يعني فروي و ياغت، دو مو في لا ميم ناتور. دونك هنا عندي لو شوا غنستعمل او سون اكسون. حاجه اخرى غنعوض او او بيان وغنشوف واش الفراز صحيحه. بروني ان فروي او بيان اياغت. فبما ان الجمله صحيحه فغنستعمل او سون اكسون. لا فراز نيميرو 3. بوز طون بيرو tu veux. بوز طون بيرو tu veux. فهنا الملاحظه الاولى انه ما عنديش لو شوا، يعني ما عنديش واحد دو مو اللي غنختار ما بيناتهم. النقطة الثانية هي غنعوض او او بيان، فغنقول بوز طون بيرو او بيان تو فو. بما انه ما صحيحاش فغنستعمل او افيك اكسون. لا ديغنييغ فراز. il faut que tu prennes une décision c'est maintenant ou jamais. يجب عليك ان تاخذ قرار c'est maintenant ou jamais. هنا عندي اول ملاحظة، هي عندي دو مو اللي غيمكن ليا انني نشوازي ما بيناتهم او نختار ما بيناتهم. عندي ماتنون كتعني الان، جامي اللي كتعني ابدا او نهائيا. الحاجه الثانيه هي غنعوض او او بيان او غون رومبلاسي او او بيان وغنقول il faut que tu prennes une décision c'est maintenant ou bien jamais. دونك الجمله صحيحه فغنستعمل او لي سون اكسون. كتعني il faut que tu prennes une décision c'est maintenant ou jamais، اللي هي يجب عليك ان تاخذ قرار الان او ابدا، يعني غير الان او نهائيا او ابدا. داكور. فنتمنى الدرس نتاع اليوم تكونوا فهمتوه مزيان وعرفوا لا ديفيرونس اونتر او اي او افيك اكسون، وتكونوا قمتوا بالاكزيرسيس وعندكم صحيح. وكيف العاده اي تساؤل خليوه ليا في لي كومونتير فغنجاوبكم عليه ان شاء الله. وصلنا لنهايه الحصه، نتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.